بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم، وحلقة جديدة من برنامج الدين المعاملة. حلقة هذا اليوم بعنوان أحكام الديون والقروض، روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم والدين فإنه شين الدين. وروي عن الباقر صلوات الله وسلامه عليه: كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلا الدين، لا كفارة له إلا أداءه أو يقضيه صاحبه أو يعفو الذي له الحق. نلاحظ التجديد الشديد على مسألة القرض والدين أو التسويف والمماطلة في ذلك لما لها من أهمية، وهي من حقوق الناس التي لا يخفر لها إلا بتسديد الدين أو يعفو الذي له الحق، حق الدين. تتضمن هذه الحلقة عدة محاور بالإضافة إلى المسائل الدينية والاستفتاءات الشرعية. الوالدة أريد أخذها للعمرة بالعائل بالأقصاد، شنو هم بيها إشكال يعني هذا الأقصاد ذا بالعمرة؟ أو السؤال الثاني عندي، أكو هاي مال الحج اللي ينطون مثلا تنطي فلوس زايد يخلون اسمك، هذا هم بيه إشكال لو شنو؟ أول قضية بالنسبة إلى العمرة بالأقصاد، هاي هواي يسألون إذا عمرة بالأقصاد أو زيارة بالأقصاد، زيارة للإمام الرضا عليه السلام، أو ربما واحد منفق محسن أن يتبرع له. كل ذني الأمور ما بيها محظور شرعي، لأن أنت ضمن اتفاق، أنت ما حان عليك وقت الدين تسدد الأقساط الشهرية، فبالتالي يجوز. واضح؟ أنا ما مطلوب، فأمرتي صحيحة وما عندنا مشكلة بيها، وكذلك الزيارات. أما بالنسبة لسؤالك الآخر، حج إذا تأخذ حصة غيرك فحرام عليك، وإذا كان مخالف للضوابط القانونية سمح السيد السيستاني الله يحفظه لا يسمح بمخالفة القوانين. شكو عندنا قانون ينظم أحوال البلاد والعباد، ما يسمح سماحة السيد إلا بالمقدار اللي تسامح به الحكومة. فإذا هذا من المقدار اللي تسامح به الحكومة يصير، إذا ما تسامح به الحكومة وما تسمح فهذا خلاف الضوابط القانونية، يكون حرام. الحج، الذهاب إلى الحج بخلاف الضوابط القانونية يكون مأثور. قال تعالى: فنظرة إلى ميسرة. ثقافتنا القرآنية والإسلامية تدعو إلى شنو؟ الإنسان المدين المعسر ما عنده، أن ننتظره إلى أن يكون شنو عنده؟ عنده فسحة من المال، أنه يقدر يسدد إن حان موعد التسديد، يقدر يسدد شنو؟ الدين اللي عليه، باعتبار القرآن: فنظرة إلى ميسرة. اليوم جناكم الكريم تتعاملون أو جمعية لبيع البضائع بالأقساط، زين، اليوم شون تتعاملون مع المدين المعسر؟ واحد ما عنده. طبعا تدرون اليوم هم يكون عندنا ثقافة أن نميز، أكو البعض يدعي ما عنده وهو عنده، والبعض الآخر. شون أنتم تقدرون تميزون وشون تتعاملون لو كان مدين معسر فعلا؟ أكيد. أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم بالبدء. الله يحفظكم. أول شيء، أكو عالم يعني عده وما تطيه، زين، إحنا مرات يعني نعرف هذا الشخص عنده وما ينطي، نحاور مرة مرتين ثلاثة أربعة، بعدين هو نهائيا بعد قطع سبيل معروف بالبيع، بعد ما نقدر نبيع لأبد. أنت شلون تعرف؟ شلون تعرف؟ يعني سبحان الله عندنا ميزة قمنا نعرف هذا الشخص عنده يعني عنده خبرة، عنده خبرة قمت تعرف. نعم. عملك اليوم بالأقساط تميز أن هذا فعلا عنده وما ينطي. وما ينطي. يعني حكم خبرتنا من 2015 اللي بدأ فتحنا الجمعية بسلامة. زين. يعني من يوم 2015 اليوم كل جماعة نطلبهم. ولليوم لا شلنا عليهم سلاح. زين. لا رحنا لهم، لا تعاركنا وياهم، لا أخذنا الشرطة. طولنا خلق وياهم. بس ذول قطعوا سبيل معروف نهائيا، بعد قلنا ما نقدر نبيعهم. زين. اضطرينا. نعم. وراها قمنا البيع، قمنا نبيع على الماستر كارد. وهم ما خلصنا. اكو عالم تعطينا ماستر كارد، جنسية، أوراق ثبوتية، وتحرق الماستر. تحرقه؟ تحرق الماستر. فاحنا اضطرينا يعني سوينا كمبيالات في سبيل نضمن حقنا.
وبالقانون على مود لن تصير مشاكل ونحتك ويا المواطن. سيدنا حبيبي جزاك الله خير، اكو دائما سؤال يطرح نفسه بالمجتمع، احنا عندنا مثلا دين قديم مثلا في التسعينات، شلون نقدر نعرف يعني بهذا الوقت اللي يسددوننا، شلون نعرف القيمه عند الساده؟ ممتاز. يعني انت عندك دين قديم تريد اليوم تبرر ذمتك تدفعها، فبالتالي هذا دين قديم. تدرون اذا كانت القوه الشرائيه في هذا الزمن لا تعادل اكثر من 5% من ذلك الزمن، يعني قيمته اليوم ما تعادل 5% من قيمته بذاك اليوم، فالاحوط وجوبا شنو؟ ان نصالح على قيمه الذهب. يعني شنو؟ ايش كثر كان مثلا دينك؟ مثلا كان بالتسعينيات 1000 دينار، واحد يطلبك 1000 دينار اليوم، او واحد يطلبك 1000 دينار تي تنطيه ال 1000 دينار، 1000 دينار ايش كثر كانت تعادل من الذهب في ذلك الزمن؟ مثلا 50 غرام من الذهب، 1000 دينار قد تعادل مثلا 50 غرام من الذهب. اليوم انا اريد ابرر ذمتي يطلبني 1000، شو اسوي؟ ادفع نصف قيمه ما يعادله من الذهب في ذلك الزمن. يعني ايش كثر ادفع له؟ ادفع له قيمه 25 غرام من الذهب. اليوم ايش كثر قيمه الغرام؟ ادفع 25 قيمه 25 غرام من الذهب ابرر ذمتي به. واضح؟ واضح. يعني اذا هسه ما له قيمه شرائيه، ما له قيمه شرائيه، يعني اذا له قيمه شرائيه فوق ال 20% لا، الالف ادفعها الف مثل ما انا مطلوب. خوش. مو؟ اذا ما له قيمه يعني 5% من قيمته ما فاقده، ما باقي به، فبالتالي نروح لهاي المعادله، نقيم انا ذاك ايش كثر يعادل من الذهب، ادفع نصف ما يعادل من الذهب في هذا الزمن. سيدنا عندي سؤال. نعم. السؤال هو انه اذا شخص يطلب من عنده قرض حسنه يعني او دين احنا نسميه، سواء يجيك هذا الشخص صديق او اقارب او جيران او بالمحل او كذا، وياخذ هذا المبلغ هذا القرضه حسنه ياخذها ويروح سنه سنتين، شنو حكمه هذا؟ شلون تتعامل؟ تترتب عليه اثار هذا المبلغ؟ زين. اول قضيه، طالما الدين عند المدين ذاك زين، هو صدقه، انت صدق. دافع صدقه يوميا زين، يعني ايش كثر ما تبقى عنده انت يتجدد لك يوميا اجر الصدقه. صدقه ايش عندك انت؟ يوميا طول سنه انت على مقدار سنه ايش قاعد تتصدق؟ نعم. قاعد تتصدق بهذا المقدار لك اجر الصدقه. انت برايك ايهما افضل، القرض ام الصدقه؟ اكيد الصدقه، صدقه جاريه. الصدقه افضل من القرض. زين. بالروايات القرض افضل من الصدقه. النبي صلى الله عليه واله يقول انه 1000 درهم اعطيها قرض مرتين احب الي من ان اتصدق بها مره. يعني شنو يا هو الافضل؟ الافضل القرض. قرض تطيب. روايه اخرى ان مضمون الروايه ان القرض اكثر ب18 ضعفا من اجر الصدقه، 18 ضعف. في روايه اخرى هم مضمون روايه الصدقه ب10 والقرض ب18 ضعف من الاجر. صحيح. بالتالي ايش عندنا؟ بالتالي عندنا القرض افضل من الصدقه. زين. هسه هذا انت اللي محل السؤال، قاعد تقرضه وما يرجع. اول قضيه هذا مماطل ومسوف للدين وعليه ذنب، ولا يخفر هذا الذنب الا ان انت تغفر له، لان هذا حق. زين. نيًا انت لك اجر وثواب يوميا واجر الصدقه، الصدقه تدفع 70 نوع من البلاء. أكيد. بالتالي طالما هي في جيبه وهو مستفيد منها يوميا، انت عندك صدقه عندك صدقه وهكذا، طبعا لك الاجر والثواب وعليه الوزر والعدل. ممكن. اكو يمكن خطر بالي هم سؤال. اكو بعض الناس تطلب ويبدي التعدي والغلط والفشر على اللي يطلبه. هاي هم تترتب على اللي يتعدى.
بينما هو يطلب، هم تترتب عليه امور دنيا واخره بالنسبه لله عز وجل. لان اكو هواي ناس هسه تتعدى وتغلط وتفشر، وهذا يقدر يقول له انت غير مبرر الذمه باعتبارك تغلط علي. فهم اكو لها جواب هذه طبعا ينبغي، لان هواي يتعدون سيدنا. نعم. ينبغي ان واحد من يقترض يقترض من اصحاب المروءه، انسان عنده مروءه وعنده اخلاق. بلي. أن لا تروح إلى هذا هاي الألفاظ. جيد جيد جيد. إلى حتى نوقع بهذا هذا المحظور. أي. واضح؟ يكون إلى أناس أهل لذلك. أهل لذلك. نعم نعم. لأنه نعم. البعض هذا الفضل مال الأجر، وفضل القرض يمن على المؤمن. بلي بلي. ويحط من قيمة هذا المؤمن. نعم نعم نعم. فبالتالي لا تروح إلى أصحاب ما عندهم مروءة. بلي تروح بلي. إلى أصحاب المروءة وتقترض منهم. ولا تقع في هذا المحظور. بلي بلي واضح. احنا سؤالنا انه اذا كان معسر فعلا. معسر فعلا عندنا حتى جماعه وقعنا لهم الفلوس صراحه. شكرا لله. ايه وقعنا لهم، اكو عالم يعني عنده ايه اكو عالم لا عنده وما ينطى هذا قطع سبيل المعروف. قمنا نميز اللي عنده واللي ما عنده. زين. شنو رايك انت اليوم تبيع بالاقساط؟ نعم. شنو رايك بهاي العباره اداينا يرتاح اداعي يزعل؟ يزعل. هاي فعلا صارت وياي. زين. هاي قبل فتره يعني من عدل الشغل مالنا، قبل فتره واحد خابرني قال لي ابني مريض محتاج مليون. زين. هاي الناس تعرفه يعني اغلب الناس تعرف هاي وحده من الاف عندي يعني، بس هاي نقول وحده. زين. قال لي يوم 5 بالشهر، اخذني يوم تقريبا يوم 2، يوم 5 بالشهر خابرته. زين. مورت 3 ايام ورا الشهر كامل يعني، شهر زين. ويومين. قال لي مو هاي 5، 5 الجايه. زين. على هاي الحاله صار 8 اشهر. على هاي الحاله تقريبا. ايه. بالتالي انت مع هاي العباره. ايه اداينا يفرح. أيه. أداعي يزعل. يزعل. صحيح. برأيك إحنا شلون نعالج هالهاي القضية؟ يعني نعالجها بصراحة هي الناس تحير. تحير. يعني هسا أنا بالنسبة لي قطع سبيل معروف. يعني زي. قمت إذا مو شخص ثقة ما أعطي ولا أبيع له. زين. فظليت يعني أعاني من هذا الشيء بصراحة. يعني أنت تدري هذا لو أكو طفل هم قلة. نعم قلة إن شاء الله. قلة قلة هم فعلا قلة. هسا أنا عندي إذا نحسبهم يعني بالنسبة لأعداد اللي عندي فد 1%. شكرا لله. إيه. اليوم تدرون اكو وعي ديني وثقافه اسلاميه. ايه. ومجتمعنا محافظ على تقاليد. لا اكيد. والناس تقول الناس خربت. لا ناس ما خربت. انا بحكم لله. عملي نقول ذا فد الف فد عندي 10 بيهم تعبانين. ايه. والباقي ناس خيره كاملين تتواصل. يعني ناس تتواصل بيوم التسجيل. ايه. تجيب بيوم التسجيل تجيب الحق يجي او قبل او مع قبل العلم اكو عالم لا عنده عليهم السمسكات نعرف عنوانهم لليوم وهسه يعرفوا اذا يسمعوني لا اعرف عنوانهم لا اعرف عنده رقم تليفون بس رقم تليفون تواصل وياهم لاند لبيتهم ويتواصلون وياهم يدزون الاقساط. عندي جماعه بربيل، عندي جماعه بالسيمانيه، عندي بالبصره اي بديوانيه، عندي ناس دزيت لعمره ويعني لليوم تواصل وياهم يدز من النجف. شكرا. وانا ببغداد. اي شكرا لك. بس القله هم تقريبا هي القله اللي تحز بالقلب، هم القله يعني مو الكثره. مسألة ينبغي للمؤمن عدم الاستدانة إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة، ولا يستدين إلا من ذوي المروءات. إنسان عنده مروءة لئلا يجرح هذا المؤمن، لئلا يسمع كلمات غليظة أو خشنة إذا صح التعبير. التأكيد أن الإنسان المؤمن عليه عدم الاستدانة إلا في شنو؟ إلا في الضرورات الملحة جدا. ففي الرواية عنه صلى الله عليه وآله إياك والدين فإنه شين الدين. يشين دين الإنسان. ليش؟ قد تصير فيه بعض المعاملات الخشنة. وفي خبر عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال إياكم والدين فإنه هم بالليل وذل بالنهار. لذا ينبغي للمؤمن عدم الاستدانة إلا في الضرورات الملحة جدا. مسألة الكثير من يحرص على أداء الدين وعدم المماطلة والتسويف. في قباله نجد القلة من يماطل ويسوف وقد يكون ملتزم في بعض الأحكام الشرعية إلا أنه لا يلتزم بشنو عدم المماطلة في الدين.
روي عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: يا يونس، من حبس حق المؤمن أقامه الله يوم القيامة 500 عام على رجليه حتى يسيل من عرقه أودية، وينادي مناد من عند الله: هذا الظالم الذي حبس عن المؤمن حقه. قال: فيوبخ 40 عام ثم يؤمر به إلى النار. هذه جزاء من يسوف ويماطل في حقوق الدين. أنت برأيك الآثار العملية لمن قطع سبيل المعروف ولا يسدد في موعد التسديد؟ يعني إحنا الآثار الشرعية، نعم، أن هو سيكون مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى كل من قطع سبيل المعروف. أكو آثار عملية برأيكم أنت اليوم كمختص، نعم، شنو هاي الآثار العملية؟ عود لأنه ودود. أولاً ايه؟ هو حتماً الله سبحانه وتعالى في جهنم، نعم، من يتق الله يجعل له مخرجا يسلب التوفيق والبركة أكيد. في أعماله أكيد. فبالتالي هذا حتما في الدنيا هو خزي، نعم، ومسلوب البركة، ما عنده بركة، منزوع البركة أكيد. من عنده، وفي الآخرة عذاب أليم، مو أكيد، نعم، فعلا هذا هو المثل فعلا إيه. ويتماشى مع الثقافة الإسلامية إيه. زين، نعم. تدرون من الأمور الراجحة شرعا بل يستحب أن يوم اللي واحد يقرضني مبلغ من أرجع له المبلغ معه هدية. ليش؟ مو شرط، إذا شرط صارت المعاملة ربوية، نعم، هذا حرام، ترهم ربا أعظم من كذا كذا كذا، مو؟ نعم. لكن إحنا قاعد نقول بعد ما أنه يأتي موعد تسديد ويسدد يستحب إعطاء هدية. ليش؟ من باب رد الإحسان أو من مصاديق حسن القضاء، مطلوب من عندي أن أقضي الدين حسن، أجي أقول له سلام عليكم جزاك الله. هاي اللي هي المهمة، شو اسمها؟ اسمها إدامة السبيل المعروف. كيف يتعامل مجتمعنا الإسلامي مع هذا الاستحباب؟ يعني يرجع، لسه إذا ما يجيب لك هدية يجي يشكر حتى يديم المعروف. أكيد أكيد أكيد. جزاك الله خير الجزاء، رحم الله والديكم، أنتوا كذا أنتوا كذا، حتى أنت تستمر أكيد. في مشروعك. أكيد. شون يتعامل يوم المجتمع؟ والله بصراحة هاي مال هدية قليل يعني الناس تمشي بها، بس الأغلبية الناس حتى تزبون، يعني المواطن اللي يريد يداي شخص مثل أبو جمعية أو فد شيء، أنا أحكي لك عن البيع أكثر شيء يعني، بس أنا أحكي عن بيع الغراض يعني. بس أحكي لك مثل الدين، مرات يجيك صديق، يجيك شخص، يجيك واحد عنده عملية محتاج، مثل عندي سلفة راح تطلع لي مثل تقرضني. ما محتاج من يمه هم الهدية، محتاج من يمه بس الموعد. زين. الموعد. والدعاء. الدعاء أكيد. سؤال الدعاء، الناس تدعي لك بالخير أكيد، أنت سهل أمورهم راح تدعي لك. زين. بس أنت من يرجع لك موعدهم بدون هدية، يعني أنا أشوف أفضل. يعني أهم شيء يكون الموعد مضبوط. هو حتما خو. زين أنت تعتبر الهدية هي حلول موعد التسليم بيوم التسليم. نعم. هاي أحسن الهدية. أنت سهلت لي أمر. هو رجع لك فلوسك. زين. اي نعم. وياهم شكر ثناء. اكيد 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 اكيد. نعم. اليوم موجوده ان شاء الله في مجتمعنا ايه. الاسلامي ومحافظين. موجوده ومحافظين والله، يعني هسه العالم تعجب علي يقول لك الناس خربت. لا والله لا الناس لا. ما خربت. شكرا. هسه الحكم عملي، هسه انا يعني لا عندي يعني يعني اعداد ما شاء الله خير من الله. يعني ما اقدر احسبها. خير من الله، فضل من رب العالمين، بس ناس ماشي يعني بتسلسل وناس تجي وهذا، ما عندي هاي الناس خربت، الناس تاكل حرام. لا والله ما تاكل حرام. شكرا. قل الناس تاكل حرام. قل. ايه. بس كل من الإمارات يشوف بعين، شايف يقول لك بعين منظارة العياذ بالله. إيه إيه، يعني مثل هو يشوف نفسه عبارة الناس كلها مثل سالت. بس فضل من رب العالمين الناس محافظة هالسالب الشعب وتجين العالم من كل مكان. شكرا. إيه خير من الله. إيه والله الناس ثاق بي وأنا ثاق بيهم، يعني أنا أشوف الشخص الأغلبية 99% يعني ناس موثوقة. شكرا. إيه عوائل تريد تعيش، تريد بسلام، تريد تروح وترجع بأمان. زين. نعم. سيدنا إحنا طبعا دائما تدرب محرم. نطبخ للإمام الحسين سلام الله عليه، فأكو ناس نطلبها الدين، فدائما يجينا شخص يقول يابا هالشهر ما نقدر نعطيك، يابا ليش ما تعطيني؟ قال مو أنا جاي أطبخ للإمام الحسين. هاي دائما
يصير عندنا حتى بالمواقف العشائريه بمواقف انا عندي للحسين انا عندي فلان حاجه، فهذا شنو حلها سيدنا؟ اول قضيه هو يجوز ان يطبخ للامام الحسين ان كان عنده سعه من وقت التزييج. اذا عنده سعه يصير يطبخ. واضح؟ واضح. واذا عنده سعه من الاموال يعني ما تتقاطع فلوسه مال الطبخ والصرف في هذا المورد مع موعد التزييد هم ما عندنا مشكله بيها. شو وقت تصير عندنا المشكله؟ المشكله اذا انفق في الصرف هذا الاخر اللي ذكرتوه ها ويؤثر على تسديد الدين، والدين حان، حان وقت الدين، يا هو الاولى الدين اولى اكيد، لا يجوز ترك تسديد الدين والصرف في موارد اخرى. واضح؟ يعني مثل هيك مورد انه ما يجوز لانه يصرف بالتالي ما يؤدي الحق، يعتبر التزاحم بين شنو؟ بين الواجب اللي هو دفع الدين وبين المستحب اللي هو توزيع في المناسبات الدينيه للمهملين. اذا كان هذا الشخص اللي هو المدين اللي اخذ مني هذا القرض ما قدر ما تمكن مر بظروف ممتاز صعبه ممتاز ما قدر يسدد، يحق لي هذا المبلغ اللي انطيته له قطعه من الخمس مالتي مثلا؟ ممتاز. اول قضيه سؤال جدا مهم. اول قضيه يجب شرعا ان ندعي المدين المعسر. مدين معسر ما الداعي اذا فعلا معسر مو يدعي كذاب يجل السامع انه يدعي ما عندي وكذا. اذا فعلا معسر يجب عليك عدم مداعاته لانه معسر. ليش؟ القران يقول فنظره الى ميسره. زين، اليوم انت تسال سؤال بالاضافه الى انه ما الداعي ان تجعله من الحقوق. من الحقوق. زين، تدرون رئيس سماحه السيد السيستاني الله يحفظه اذن للعراقيين بصرف الحقوق. نعم. حق الامام عجل الله تعالى فرجه لتامين الحوائج الضروريه. شنو هي؟ الاكل والدواء. فاذا كان هو انت تعرفه من المؤمنين مؤمن ولحاجته الضروريه ممكن انه تاخذ من عنده المبلغ وتعطيه من الحقوق الشرعيه تحسب عليه حق شرعي. واضح؟ اذا كان من المؤمنين تعرفه متدين تدفع له من الحقوق الشرعيه ويتقبلها. تدرون اليوم في المجتمع تعدد اختصاصات. اختصاصات عديده، رجل دين، طبيب، رجل مرور، سائق الى اخره. هذا التعدد بالاختصاصات هو يمكن في ادامه الحياه. صح لو مو صحيح؟ اكيد. فكل رجل، كل مختص عنده رساله، رجل الدين عنده رساله، رجل المرور عنده رساله، وهكذا باقي الاختصاصات. نعم. كيف تعرف اليوم انت بائع بالاقساط وتقول انا من 2015 حتما انت مؤمن برسالتك، كيف تعرف رساله البائع بالاقساط؟ نعم. شنو رسالته بالحياه وش قاعد يقدم للمجتمع؟ اقدم خدمه الى ذوي الدخل المحدود. زين. في الدخل المحدود الموظفين، المتقاعدين، الرعايه الاجتماعيه، المعين. زين. الراتب 125,000 ما يقدر يشتري له ثلاجه. ما يقدر يروح للعمره. ما يقدر يسافر. ما يقدر يشتري له تخم. ما يقدر يشتري له كاونتر. اسهل له اياه بالقسط المريح. لطيف. من 10 الى 12 شهر مرات توصل الى 16 شهر بدون مقدمه. ياخذ الحاجه ويروح. هذا اذا ما موجوده هاي الجمعيه والاختصاص يعني ما يقدر يشتري له حاجه. ما يقدر يسافر لان راتبه قليل. مثل اذا مثل يطم الشهر مثل نفرض هو 125 يطم 25,000 او 50,000 او 100,000 هذا اي ما يقدر. فما يقدر يجيب يجمع تخم يشتري مليون مليون و100. فيقدر بالراتب يشتري له تخم بالشهر 75 100 80 90. نعم. حسب راتبه. بالتالي انت تقول اني اوفر سلع لذوي الدخل المحدود وبسطاء الدخل. نعم. كل من اموره بسيطه اني اقدر اوفر له سلعه. هو لولا هذا الاختصاص هو ما يقدر يشتري. اكيد اكيد اكيد. يعني راتب 400,000 يشتري تخم 700 مثلا. اي مثلا انا عند الرعايه الاجتماعيه المعين ما حد يبيع لهم صراحه. ما حد يبيع. اي انا اجازف وابيع لهم. زين. هنا سهل له امر. شكرا. رب العالمين سبحان الله، الله مسهل له امر وناس كلهم هم خوش ناس. شكرا. ملتزمين بالتسديد وعندي يعني ما شاء الله هواي على عالم. شكرا لله. اي نعم فضل. شكرا لله. انتم تدرون الله سبحانه وتعالى يجعل البركه في من يسهل امور الناس. لا اكيد الفضل من رب العالمين. احنا السمعه كلش كافيه بصراحه.
شكرا لله. يعني السمعه الطيبه وجابتكم ووصلتكم انه هاي نعمه. شكرا لله. اي بالله، يعني ما في اليوم راح تعامل ويانا وقال لنا انتم مثل لعبتونا او فتش. لا قدر الله. اي اي الحمد لله والشكر. اي مرات يجي شخص مثلا انا اريد اشتري 100 دولار. اكو تدري الربا وغير الربا والعياذ بالله. فاحنا شو اريد؟ اريد مثلا الورقه بدي اشتري من شخص يقول لي لا انا اريد الورقه نفسها ترجعها ورقه وتعطيني مثلا فوقها ربح 50,000. الورقه نفسها ترجع ليها 100 دولار، ترجع ليها نفسها 100 دولار وربحها فوقها، فوقها مثلا نقول 50,000. شنو هنا شرع يقول؟ هاي الطريقه قد تكون محظور بها. ايه؟ احنا الطريقه اللي عندنا ما محظور شرعا انه بيع الورق باكثر من القيمه السوقيه يصير. خوش. يصير. يعني مثلا اليوم سعر الورقه تقريبا 147,000. مو تقريبا هالحدود. اي 147. يبيع للورقه ب 200 لمده شهر. يصير لو ما يصير؟ يصير. ممتاز. ابيع لك اياها ب 200 او 210 230 لمده شهر، هذا ما عندنا بها مشكله. خوش. ابيع لك الورق باكثر من قيمته السوقيه مع تحديد المده ما عندنا مشكله. الجنس يصير الجنس نفس الجنس ينطيني اياه لو مع اختلاف الجنس. مع اختلاف الجنس. اها وانا هذا السؤال. مع اختلاف الجنس. لان هو يقول لي الورقه بدالها ورقه تعطيني الربح عراقي، يعني الورقه لازم اعطيها ورقه. التفاضل بنفس الجنس بما انه معدود بالنقد ما عندنا مشكله. خوش. بالنقد. التفاضل بالجنس محدود محدود. ورقه 2-3 محدود بالنقد ما عندنا مشكله. وين عندنا المشكله؟ بالاجل عندنا المشكله على الاحوط وجوبها عند سماحه السيد السيستاني. التفاضل مع اتحاد الجنس ما يجوز. واضح؟ واضح واضح. فبالتالي احنا نبيع الورقه باكثر من القيمه السوقيه يصير لو ما يصير؟ يصير. عندنا هنا مشكله قاعد تصير وانتم حتما بالعشائر قاعد تعانون من عده. الزياده على الاجر على الثمن المسمى هاي ترهق الناس. هاي طبعا حرام. يعني شنو؟ بعت لك الورقه لمده شهر ب 200,000. يصير لو ما يصير؟ يصير. زين. اجى الشهر ما عندي فلوس. شي يقولوا له هذا هنا الحرام. هذا ما يجوز الزياده على الثمن المسمى مع تمديد المده. يقول لي انطيني شهر ثاني سويها 240 والشهر الثاني ادفع. هنا ما يجوز. هنا ما يجوز. الله يقول اذا ما عنده شي يقول الله؟ اذا ما عنده شي يقول؟ يقول فنظرة الى ميسره. من يصير عنده انا انتظرك. احنا اتفقنا وتبايعنا ب 200 ما عنده وقت التسديد ما يجوز الزياده على الثمن المسمى. 240 اسويها والشهر الثاني هاي ميسره. فبالتالي قاعد تتراكم الديون وش تصير؟ مشاكل غير إيه؟ لا تحمد عقبها وصعبة القضية. تدرون المرجعية الله يحفظ سماحة السيد السيستاني هو خيمة للعراقيين وللعالم. أكيد. زين. اليوم تدرون البيع بالأقساط وهي أكو بي معاملات. أكيد. وتعاملات مالية، مرة نبيع الدولار، مرة أنطي عمرة بالقسط، مرة أنطي سلعة إلى آخره، تعاملات هواية. الخوف والحذر، الحذر وليس الخوف، الحذر من ارتطام الربا والعياذ بالله. نعم. باعتبار محظور شرعي ومن كبائر الذنوب التي أوعد الله عليها بالنار. كيف. فبالتالي عملكم قد في بعض الأحيان يتقارب كذا، فأنتوا بحاجة ماسة للمن إلى السؤال إلى المنهل الصحيح. أكيد. والطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى وهو المرجعية. فهل لديكم تواصل مع المرجعية الدينية لمعرفة حكم شرعي؟ لمعرفة حكم شرعي يعني أنت تحتاج مسألة دينية. شون ترجع؟ عندكم تواصل بالمباشر غير مباشر مع المرجعية؟ أكيد. إحنا نشرف سماحة السيد علي السيستان، وإحنا وعائلتنا كلها قلدة شكرا لله. أي نعمة فضيلة وندعي له بالخير إن شاء الله. خيمة أنه وتعتقدون هو الطريق الموصل أكيد أكيد إلى الله أكيد سبحانه. أكيد هو خيمة الوطن العربي مو بس العراقي، يعني العالم العالم كله. أكيد إحنا بأي شيء يعني نرجع له. إذا كل يوم عندك الوكيل يعني الموجود بالمناطق ومنطقتنا خاص بالشيخ ضياء الغرباوي، يعني أنت أول قضية إذا عندك. نعم. مسألة راجع راجع الوكيل السيد. ونقدر نرجع نطب على الموقع الخاص بهم على الرسمي سماحة السيد على جوجل سماحة السيد. نعم. نسخة عليه. نعم. سيستان.com
وندخل عليه، اللي قال لنا صح نمشي به، يقول لنا غلط نعوفه يعني. حتى لو على خلاف مصلحته. أكيد أكيد. إجاك الاستفتاء من سماحة السيد. وكل صحيح يعني، وكل احنا نمشي به صحيح، لازم الغلط نعوفه. حتى لو على مصلحتنا. واليوم أي مصلحة يقول لك ذا بها غلط هي غلط، يعني غلط لك، يعني ما تقدر تمشي بها وايس تمشي بها صحيح. لطيف. والرزق موجود. الرزق موجود، يقول لك هاي غلط، سبحان الله ربك يفتح لك باب ثاني، يفتح لك باب ثاني. شكرا. يفتح لك أبواب، الرزق موجود. مسألة، ينبغي على المؤمن إدارة ملفات العائلة بحكمة، الملفات خصوصا المالية، باعتبار حديثنا اليوم عن أحكام الديون والقروض، ولا يلزمه المؤمن كل ما تطلبه العائلة أو الزوجة. نعم الزوجة واجبة النفقة، لكن لا يجب عليه توفير كل ما تطلبه الزوجة، ينبغي له أن يدير ملفات العائلة. شلون يديرها؟ يديرها بحكمة، أن يخطط، لا كل ما يطلب منه أن يقوم بالإنفاق عليه، بالتالي لا قدر الله سيقع في المحظور. وإن طلبت الزوجة منه مطالب عديدة، عليه شنو؟ أن يتعامل معها بحكمة، يعني التفاهم وتبيان أو توضيح لها أن هذه القضية إن استمر الصرف على هذه الأمور وهذه الإنفاقات التي لا تتناسب مع مدخول العائلة، قد تؤدي بالعائلة إلى ما لا تحمد عقباه، ويثقل كاهل رب الأسرة بيش يثقل بالديون والعياذ بالله. نفع الأمر معها بها ونعمت، مرة ثانية ثالثة باعتبار الطباع، يعني هاي طباع الزوجة إن كانت ترغب في شراء أكثر ما مما يتناسب مع مدخول العائلة، طباع، فبالتالي تغيير الطباع يحتاج إلى وقت وجهد، إن لم يؤثر معها ذلك لابد أن يلجأ، أو ينبغي أن يلجأ لمن؟ إلى من هو مؤثر من عائلة الزوجة، ليتحدث معها ويوضح لها أن المصروف لابد أن يتناسب مع مدخول العائلة الشهري. كيف تنصح العوائل التي لا تعمل بالتخطيط والدخل المحدد؟ يعني أنت اليوم تلاحظ بعض العوائل، ربما أنت مطلع حتى على الماستر كارد، تعرف إيش كثر هو مدخوله الشهري، بالتالي البعض يرهق نفسه في ديون طائلة. إيه هاي دمار. زين أنت اليوم. هاي دمار عنده والله. دمار. خطيت عالم. إيه. أنت اليوم توفر الدين النصيحة وتنصح لهاي العائلة، يردون يشترون مثلا تخم لا يتناسب مع ميزانية العائلة ومدخول العائلة، تنصح تقول له هذه القضية مو متناسب شأنك بل متناسب مدخولك، وتدخل في إرهاق بالدين، توفر قضية النصح. أكيد أكيد أكيد، هاي عندي يعني واردي. زين يعني من كثرة عندي هنا المحل. زين يعني أي واحد مرات يجون عوائل تورط نفسها، يعني الأب أكثر شيء مرات أو الزوجة. الزوجة هي أي الزوجة تورط نفسها، مرات الزوجة تقول له مثل أنا شفت لاحظت هذا الشيء، من هي تقسم الراتب وغيره وهذا. زين. وتدخل بسلف وتدخل بأمور بحيث تورط حالها، وبالتالي بعدين يوصل إلى مرحلة، ويا ستار يوصل مرحلة الطلاق. العيادة يا أما أكثر شفت عالم صراحة، وأنصحهم دائما. شكرا لله. إيه وتلح بالنصيحة. أكيد أكيد، وكو مرات وكو عالم شو تسوي، يعني مثل أخذ من هاي الجمعية راح باع الحاجة، أخذ من غير جمعية باع الحاجة، بالأخير هناك جو أهله قال يا هذا مطلوب، ما نعرف وين وده فلوسه، يعني العلم ما عنده سوالف مكسرة، لا عنده مثل يا سلام مخدرات، لا عنده شيء، وين فلوسه ودها؟ مع سوء التخطيط، ياخذ منا نود منا، ياخذ من هذا ينطل هذا، هذا الشيء كلش غلط، يعني جاي نعاني منه بصراحه. زين انت تدري ينبغي، احنا قاعد نبيع صحيح ونريد نستفاد، لكن ينبغي ان اقدم النصيحه. أكيد. يعني اليوم انت تقدم النصيحه قبل البيع. اكيد. وتقول له ان هاي الحاجه. أكيد. انا بحكم شغله اعرفه، يعني الامور التعبانه او راح يوقع بخطا اقول له، والدليل جانق الرجال قبل يوم هو ابنه الثاني قال ابنه هيك موضوع، قلت لهم تروحون لفلان جمعيه توقفون الشغل عنهم، ومن يوم نحن نوقف الشغل عنه بعد ما نبيع له حد ما تقول له، لان هذا راح يتورط وبعد ما تقدروا له.
ويصير ارقام كبيره بعد ارقام وبعد ما يقدر ما يتلحق العياذ بالله. فلازم هي تشوف اليوم الامور باي شغله باي شغله. حتى نصيحه للشباب يعني العوال والنسوان تشتغل، اهم شيء دراسه المشروع، دراسه أحسن. اي شيء اي تخطيط. شيء تخطيط والدراسه. نعم. يعني اليوم انا اريد اشتري هذا القلم، اريد ابيعه، احسب هذا القلم ايش قد تكلفته، ايش قد راح اصرفه، والما نبيعه وش وقت يجيني وش كثر يجيني مدخول. لازم اعرف هاي الامور. اي شيء بحياتك هسه انت تريد تروح نفرض المنطقه، اذا ما تدرس مين تطلع مين توصل راح تظل قدام نفس مكانك. فلازم كل حسابات. احسن اي حسابات. أحسن. بالامور الربح مالي مثلا اليوم انا اشتري فالسلعه، سلعه مثلا نقول بألف دينار، ايش قد احدد الربح مالتها وبراحتي لو مو براحتي يعني؟ عند اتباع اهل البيت عليهم السلام يجوز انه ايش كثر ما تريد تربح اربح. ما عندنا تحديد لنسبه الربح، ما عندنا تحديد، لكن يستحب عدم الزياده على مقدار حاجه المؤمن. يعني انا ايش كثر حاجتي اللي يصيحوا لها مقدار العلاقه، يستحب ان ما زيد، يستحب مو واجب يستحب. هاي قضيه. قضيه اخرى ان لا، انه الانصاف مطلوب للاخر والغش. يعني مو انه حاجه بمليون ابيع اياها، انا مسموح لي ابيعها بثلاث ملايين، بس اذا يعني معناه انه يصير عدم انصاف يجوز وما يجوز؟ ابيع اياها بالثلاثه حاجه من مليون؟ لا ما يجوز. ابيع اياها ما يجوز. اذا هو يعلم، بس هنا الربح ما بي اشكال يعني، ما بي اشكال. اذا يعلم ان هي بمليون وبعت اياها بثلاثه لاكو بعض ضرورات سوقيه يجوز، ما عندنا مشكله بيها. ايش كثر ما تربح، اكثر من 50%، اكثر من 100%، اكثر من كذا جائز، بس لابد ان نراعي الانصاف. انصاف شنو؟ انه قضيه مروءه ان ما زيد الارباح بارقام عاليه. العفو سيدنا، حكم المتوفي وكان مطلوب دين، شنو الحكم اللي عليه دا يصير؟ يعني اول قضيه يجب على الورثه تسديد الدين. ومين يسددوه انت برايك؟ يسددوه من اصل التركه، اصل تركته يجب ان يسددون هذا الدين. بل عندنا سؤال لك انت برايك، اذا سالت عن المطلوب دين المتوفي، اذا واحد بعد وفاه الميت ادعى مطلوب يدفعوا له المطلوب؟ واحد ادعى نعم. ان انا اطلب الميت مالتكم، يصير ينطوه؟ هسه بعد غير اكو اثبات عليه. ممتاز ممتاز. ايه؟ اذا دين المتوفي يجب انه اذا يعرفوه يجب عليهم ان يدفعوا من اصل التركه. بل. واضح جميع الورثه، خصوصا اذا حال وقت التسجيل. اما لو ادعى شخص لا يجوز للورثه ان الدفع من اصل التركه الا بشنو؟ الا بالبينه. ليس انه كل من ادعى يثبت الادعاء. بل. مو يثبت الادعاء الا ان اكو بينه، البينه شاهدان عادلان او اكو ورقه وصل امانه كتابه كذا. فاذا ماكو هيك بينه ينطوا لو ما ينطوا؟ ينطوا اذا كان اذا اكو بينه. نعم. اذا ماكو بينه ما ينطوا. شو يترتب عليه اذا ما نطى الدين المتوفي؟ يعني اكو اثر له؟ اي طبعا طبعا. لا تبرأ ذمه الميت الا بتسديد الدين عنه. ذمه الميت ما تبرأ. بلي بلي. يبقى حق الناس. الله إيه؟ سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذره. بلي بلي. بالتالي حقوق الناس تبقى بذمته لو ما تبقى؟ تبقى تبقى. زين، اذا واحد ما عنده برايك دين، ما عنده فلوس الدين، نعم، شو يسوي؟ هو عاد الانتظار تصبر غير. زين ينتظروا ينتظروا. نعم. حرام عليه اذا ما عنده لو مو حرام؟ هسه يعني بالنسبه لجوابي ايه يبقى تقدير انه هو عنده ما عنده. إذا ما عنده ما عنده باقي، بس إنه التصبر والصبر. زين، إذا ما عنده، إذا ما عنده فعلا ومعسر وما عنده يدفع، مو حرام عليه. جيد. بس شنو؟ كون يبذل كل ألوان وكل ما يقدر أن يدفع ولو جزء من الدين. نعم نعم. وتبقى ذمته مشغولة. بلي بلي. زين، إحنا اتفقنا أن الله ما تضيع عنده الحقوق وهذا يطلب، شون هذا حرام مو حرام عليه وهذا يطلبه؟ شون يوم القيامة؟ والله بعد ما أرسلنا. الله سبحانه وتعالى أنه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هو ما عنده. فبالتالي ذاك قد يزيد من حسناته في قبال أن شنو يطلب هذا المؤمن.
أو يحط من سيئات ذاك في قبال أن يغفر لما يطلب من هذا المؤمن اللي ما عنده فعلا بينه وبين الله ما عنده، أو تتدخل شفاعة أهل البيت عليهم السلام في رفع درجات هذا المؤمن ليحط دين أو يتنازل عن دين المؤمن الآخر المعسر الما عنده. بالتالي العدالة تحققت، الله أنه ظلم الآخرين ما يرضى به، والحقوق الآخرين يوفرها، وشنو بنفس الوقت؟ نفس الوقت ذاك ما عنده، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هل يمكن ذكر مصادق تجسد مصداق الدين المعاملة، هذا المصداق العظيم الدين المعاملة في مجال البيع بالأقساط؟ أو بتعبير آخر، واحد يبيع أقساط شلون توصف لنا يا خوش آدمي؟ أكيد أكو مجموعة حتما من الصفات، أكيد يكون صبور، يكون متدين، ممتاز، يعرف الصح من الغلط، ممتاز، يكون صاحب صبر يعني بصراحة، نعم يتحمل، يتحمل الصبر. وإذا ما عنده صبر لا يخسر، يخسر يعني الشغلة الشغلة الصبر رادلها، رادلها خلق، رادل عوائل يعني أكو متضررة شوي يصبر لهم، أكو أمور يعني لازم المعسر، المعسر إيه لازم تتعامل تعامل خاص مثل الثقافة القرآنية. أكيد 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 المعسر إيه لازم الحذر من ارتطام الحرام، الحذر من ارتطام الربيع، أكيد أكيد. عندنا سؤال آخر بالنسبة للقروض اللي جاي تطلقها المصارف، أكو هناك نوعين من المصارف، مصارف أهلية ومصارف حكومية، وأكو مصارف يعني أعتقد مشتركة مثل مصرف الراف الدين بنافذة يطلق مال مجموعة مستثمرين أو قروض، يعطون هاي القروض 15 مليون و 20 مليون خاصة الموظفين، بس أرباحها تصير أرباح جدا عالية عالية، يعني 10% 14%، والمصارف الأهلية كذلك. شنو الفرق بين المصارف يعني حكمها الشرعي بين المصارف الأهلية والمصارف الحكومية؟ يعني أنت أول قضية اثنيناتهم واحد من حيث أن المعاملة ربوية، ربوية زين، هو قاعد ينطيك قرض عليه مقدار ثابت، بالتالي هذا ربوي، ربوي. احنا راح نميز بين المصرف الحكومي والمصرف الأهلي. ليش نميز؟ لأن هذا الأهلي معلوم مالك لو مجهول مالك؟ معلوم، معلوم مجموعة من المستثمرين، مجموعة فلان 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 فلان، بينما البنك الحكومي مجهول مالك، مجهول من هو المالك، الحكومة مو مالكة، الشعب من هو الشعب. فبالتالي احنا نشوف ان ننظر ان البنك الحكومي هو مجهول المالك، مجهول المالك من يتصرف باموال مجهولة المالك؟ المرجع، المرجع. فيجوز الاقتراض من المصرف الحكومي بنية مو اقتراض من المصرف الحكومي، اقتراض من الحاكم الشرعي، لان هو صاحب الاموال، وقد أذن سماحة السيد السيستاني دام ظله للعراقيين بالتصرف بمجهول المالك، الاقتراض من هاي وفق الضوابط القانونية. وإذا عندك أنت تريد تخلي بالمصرف اللي هو هذا الحكومي، هم نفس القضية، نفس القضية، أي على أن تدفع نصفها إلى الفقراء من الأرباح، من الأرباح. فعندنا بالمؤسسة الحكومية نصحح المعاملة لأنها مجهولة مالك، وأذن سماحة السيد السيستاني بالتصرف بمجهول المالك، وتنوي اقتراض من الحاكم الشرعي نيتك، وانت قاعد تقترض مين؟ تقترض من المصرف الحكومي، من المصرف الحكومي. بالتالي بعدين تروح تسدد لهم وتدفع النسبة هاي اللي هي المقدار الربوي، لأنه مجهول مالك صححناها باعتبار مجهول مالك. أما الحكوم الأهلي لا. بالنسبة سيدنا للي مطلوب وسافر طلع، يعني شو تسمي انت هذا؟ شنو تترتب عليه امور؟ طبعا اذا سافر قاصدا بسفره الفرار من اداء الدين، بلي، اذا سافر وقاصد ان شنو؟ يفر من الدين، بلي بلي، فيجب عليه ان يتم في صلاته. طبعا اذا لم يكن معسرا، بلي، فيجب عليه ان يتم صلاته. ليش؟ يعني يعتبر السفر معصية، بلي بلي، صلاته ما يقصر بها، وإن كان تجاوز يكون على إتمام، بلي بلي بلي، سفر معصية لا يوجب قصر الصلاة، وإن كان تجاوز الحد الشرعي للمسافة الشرعية. التطبيق الأحكام الشرعية حتما يطرح البركة، نعم، والعكس العياذ بالله، الوقوع في المعاصي والربا والارتطام بالربا هذا يكون منزوع البركة. هل يمكن ذكر مصادق لذلك؟
يعني انت من حالتك العمليه انتم اليوم ان شاء الله تشتغلون بالحلال، البيع بالقسط مع تحديد المده، ما عندنا به محظور شرعي، بالتالي هذا عمل شرعي. اللي البعض يتعامل بالربا، هم تعرف هنا مصاديق عمليه تعزلت الجمعيه، هاي تعزلت لانه ارتطموا بالربا، بالتالي منزوع البركه ما يقدر بعد يستمر والعياذ بالله. اكيد اكيد، هواي جمعيات خسرت، خسرت ولا اسمها اي وخسرت وما لها، لان قامت تشتغل بالشغل مو صحيح. حرام. يوم من الايام جاء واحد اخذ من عنده غراض، قال لي ريت النقد، وهسه ما يعرف كل الزين، هو الولد فتح فد مشروع، قال غراض تقريبا صافي 15 مليون. زين. انطاني 8 بقى قسم. القسم على اساس يجيب لي اياه ثاني يوم خذ الغراض هو، ثاني يوم هم جاب لي 5 ملايين، بقى تقريبا حدود 3 اكثر هيك شيء. وراها قال لي اذا اعطيك انا اقساط واعطيك علينا الزياده، قلت له لا ما اريد الزياده. قلت له ما اريد. قلت له نفس القسط لي اياها. نفس القسط لي انا اقدر اخذ عنده زياده، بس انا ناخذ الزياده هاي صار ربا وحرام. زين. فهنا راح اهجم انا بصراحه الجمعيه وادمرها. ما اخذ، ضليت على الاقساط نفسه يعني باعتبار، نفس الفلوس اللي طلبها قسطت لي اياها، ما زادت عليها الربح. زين، هنا اكو بالمنطقه ارتطموا بالربا، بالتالي عزلوا. عزلوا. اكيد عزلوا هواي. عزلوا. اي موجودين انا اعرف اسماء عزلت. نعم. حتما هي. هذا مصير الحرام والعياذ بالله. مسألة ينبغي عند الاستدانة أو الاقتراض أمور مهمة منها. هاي الأمور مهمة جدا. أولا كتابة وثيقة بالمبلغ وتحديد مدة القرض عند التسليم. ايش كثر؟ شهر، شهرين، يوم واحد بالشهر، من الشهر الكذائي، من السنة الكذائية. ضروري جدا ينبغي للمؤمن كتابة وثيقة، وأيضا ينبغي إشهاد المؤمنين العدول أو الثقات على القرض. لابد أن يكون موجود مجموعة من المؤمنين يشهدون على هذا القرض. وأيضا من الأمور التي ينبغي عدم الاستدانة كما ذكرنا، وخصوصا عندما يتوقع عدم إمكانيته على الدفع، وعدم الاستدانة إلا في الحالات القصوى. مسألة السبيل إلى الخلاص من الدين، كثير ما نسأل عندي هم الدين وأريد أن الله سبحانه وتعالى يفرج لي هذا الدين، للسبيل والخلاص من الدين لتفريج الهم والدين أمور، منها واحدة منها وأهمها هي الالتزام بطاعة الله تبارك وتعالى والأحكام الشرعية، ويشهد لذلك الآية الكريمة: من يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لمن التزم بطاعته وبالأحكام الشرعية يرزقه. إذن واحدة من السبيل إلى الخلاص من الدين طاعة الله والالتزام بالأحكام الشرعية واجتناب المحرمات، خصوصا قطيعة الرحم وعدم البر بالوالدين، والروايات تشهد لذلك كما روي عن الإمام أمير المؤمنين: قطيعة الرحم تورث الفقر، وصلة الرحم تزيد في الرزق. من الأمور التي تستنزل أو الخلاص من الدين كثرة الاستغفار، ويشهد لذلك الآية الكريمة: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، إلى آخر الآية الكريمة. من الأمور للسبيل إلى الخلاص من الدين الصدقة، ففي الصدقة يستنزل الرزق ويكون السبيل والخلاص من الدين. من الأمور شكر الله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. من الأمور أيضا أداء حقوق المالية ومنها الخمس والزكاة. ومن الأمور أيضا في السبيل إلى الخلاص من الدين التوكل على الله تبارك وتعالى. الله وعد أن يكون حسبه ويكفيه. ومن الأمور الضرورية تقدير المعيشة، يحسب ايش كثر يجيني، يقدر معيشته. فبالتالي هذه واحدة من أهم الأسباب والسبل للخلاص من الدين. ففي الرواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ترك المعيشة، ترك المعيشة، ترك التقدير في المعيشة يورث الفقر. فبالتالي قضية مهمة تقدير المعيشة، عند الراتب كذا أو مدخوله يقدر كذا، بالتالي لا ينفق أكثر مما يدخل له.
وعن الإمام الرضا عليه السلام من الأمور المهمة حكاية الأذان، أن يقول مثل ما يقول المؤذن فهي من الأمور التي تورث البركة والرزق. قال المؤذن الله أكبر حين الأذان، هو أيضا يحاكي الأذان ويقول الله أكبر. هذه من طرق السبيل والخلاص من الدين، ودعاء موجود في الصحيفة السجادية أيضا عنوان الدعاء المعونة على قضاء الدين، ودعاء آخر تقدير الرزق في الصحيفة السجادية أيضا، وتعقيب في مفاتيح الجنان تعقيب صلاة العشاء أيضا ينفع في ذلك. وفي الختام فرج الله عن كل مهموم ومديون، وفتح الله عليهم من رزقه الواسع في خير وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.